من أجل حاكم البحرين ناصر بن حمد آل خليفة الملقب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنصور المعجزة، تم ترقيته من والده حمد بن عيسى آل خليفة الملقب من قبل النشطاء بأبو الجاكيت الحمر. بهذه العبارات اختصر المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله حالة البحرين ولسان حال النشطاء وهم يواجهون واقعهم المظلم بالسخرية السوداء من الحاكم ونجله. واستكمالا للمطالبة بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، كررت المنظمة مطالبتها الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. We therefore call on Bahrain as a member of the Council to adhere to human rights law and principles and release all political prisoners and human rights defenders. وما خفي أعظم من انتهاكات السلطات الخليفية ضد المواطنين بمن فيهم المعتقلون السياسيون من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعرضون للتعذيب الممنهج، ولهذا جددت المنظمة مطالبها بمعاينة هذه القضية المتأزمة. What steps and good practices can you recommend to ensure that persons with disabilities are not subjected to torture and other cruel and human and degrading punishment? من سجن جو إلى سجن مدينة عيسى للنساء، لم تنسى المنظمة التنديد بالاستهداف المتواصل للمدافعات عن حقوق الإنسان، مستحضرة ذلك في يوم المرأة العالمي. تود ADHRB في اليوم العالمي للمرأة أن تثير المخاوف بشأن الاستهداف المتواصل للمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الأعمال الانتقامية من قبل الحكومة البحرينية. من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، دعت منظمة ADHRB إلى تحديد خطوات ملزمة لحل أزمة الغذاء. What steps must all parties to the conflict take to address and solve the food crisis in Yemen? كان لابد من التأكيد على استنكار الحصار الاقتصادي المستمر المفروض على اليمن من قبل التحالف السعودي. Rights violations occurring in Yemen, in particular the Saudi coalition's unlawful economic coercive measures illegally imposed on the entire population with devastating impacts on vulnerable civilians including women, children, the elderly, sick, injured and disabled. لم تقتصر انتهاكات السعودية على اليمن فحسب، وهنا أثارت المنظمة المخاوف بشأن استمرار قمع حريات التعبير في الجزيرة العربية. ADHRB would like to raise concerns about Saudi Arabia's restrictions on free expression and its targeting of dissident voices, arresting activists and writers, and murdering a journalist with impunity. آل سعود وآل خليفة وجهان لعملة واحدة في ثقافة الإفلات من العقاب. فماذا عن أبو المنشار المتورط بمقتل الصحفي جمال خاشقجي؟ المسؤول عن هذه الجريمة البشعة هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الملقب بين النشطاء بأبو المنشار، حيث استحضر المثل المصري الشائع: جيتك يا عبد المعين تعني، شفتك يا عبد المعين عايز تتعان.